البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاعيم كيما شفتوا في العنوان، وحده كان نعرفها يعني كانت صبغه شعرها في الغوج دائما تحبوها هكذا تصبغوا، راحت عامت في لابيسين خرجت لا كولور راحت كامل. وشنو هي السبه؟ شوفوا، قلت انا نهضر لكم ونفهمكم اللي دايرين الغوج كيفاش يحافظوا عليه وكيفاش يصبغوه باش ما يحول لهمش. وثاني حاجه ندير لكم هاد لا كولور بلا مارك اناغيس، احمر ناري لون جاري غير اللي يحبوا هادو الالوان، كيفاش تخرجوهم ونوري لكم الالوان تاني تاع لا مارك اناغيس الغوج. عندهم بزاف بزاف الوان، شوفوا لي اللون شحال شباب فريمون، غير اللي يحبوا اللون الاحمر هذا. عندهم بزاف تدرجات، تقدروا تاني ديروا لي ميلونج، تحبوا حمر فونسي غامق، تحبوا الاكاجو الفيولي، نتوما واش حبيتوا. انا برك بما انه عندي شان يوتيوب قلت ندير لكم هذا الاحمر الناري اللي يحبوا الالوان الجريئه. وخيرت لكم شعر كيما تاع الموديل اللي بعثته لي، درت لكم لا فوتو تاعو يعني في بدايه الفيديو. شوفوا كيفاش ديكابيت شعره، كيفاش رجعتها لكم هكذا باش نعرفوا شنو هي السبه اللي كي نعومو في البحر، سورتو لا بيسين، لا بيسين معمره بالكلور باش ما يحولناش شعرنا. هي الغلطه الاولى واش كانت دايره؟ كان دايره ديكاباج ودايره غانساج. الاحمر جامي ديريه غانساج البنات، جامي، دائما يتسبغ باش يخرج لك اللون. هنايا يعني نوريكم في الكتالوج تاع لا مارك اناغيس، عندهم بزاف لي كولور وحيزيدوا يديروا لي كولور واحد اخرين. هاد الماركه البنات الصبيغه الدخلانيه اسبانيه ويعمروها هنا في الجزائر، تلقاوها كل واحد كيفاش يبيعها، المهم 20000 بلوس ولا موا، كل واحد كيفاش يبيعها، ماشي غاليه بارابور يعني الكاليتي تاعها. هاوليك درت لكم يعني زوميت لكم الالوان تاع الاحمر، عندهم بزاف تدرجات. انا درت لكم غوش فلام النيميرو تاعو 25 تاع لا مارك اناغيس، تلقاوها عند كامل لي كوزميتيك، منهم كوزميتيك تاع الشراكه تاع بيلا بوتي، يعني اللي في الشراكه اكتبوا غير في الانستغرام ولا الفيسبوك بيلا بوتي، لوكاليزاسيون يديكم حتى لعندو. وكاين تاني بزاف لي مارك اللي بيعوا لا مارك اناغيس، شوفوا ما نقدرش نقولهم لكم كامل، على هذا باش نسهل عليكم نخلي لكم هذا الانستغرام راهو في اول تعليق تاع لا مارك هاديه اناغيس، حلوه جديد غير على جالكم باش يعاونوكم وين تلقاو لي بوان دو فونت. فوالا في كامل الولايات هاد الماركه، شوفوا قلت لكم بزاف مليحه وما تحولش وما تنشفش الشعره وتشد بزاف. علاش ما تنشفش؟ مخدومه بالويل دارغون بلا كيراتين، يعني غير ما تراطيوهاش. نروحوا للميلونج، انا خيرت لكم نيميرو 25 اللي هو غوش فلام اديته كامل، وديت ان دوا نيميرو 24 اللي هو غوش انتونس احمر. شتو هذاك احمر كشغل كوريكتور كيما لي كوريكتور، يعني انتونس باش يعاوننا اللون يخرج كتر ويفيكسي لنا اللون. انا ديت الاوكسيدون تاني ميم كونتيتي اللي هو 30 فوليوم، الا عندكم 20 فوليوم ادو خير، لخاطر قد ما يكون الاوكسيدون يعني بزاف طالع قد ما اللون تنحلكم بالخف. استعملوا 20 فوليوم خير، تستعملوا 30 يعني 30 فوليوم غير الا كان شعرك فونسي يعني ماشي فاتح بزاف. هكذا انا بما انه الشعر كان مديكابي 20 فوليوم يكفيني، وهما عندهم 10 20 و 30 و 40 فوليوم، وعندهم ميم قرع كبار لي صالون. لكم حابين تخدموا بلا مارك اناغيس نخلي لكم البيدونات من الاخر باش يعني تصبغوا بهم في الصالون، راكم رايحين تخرجوا فيها خير وخير باش يكون على بالكم. فوالا هنايا انا حنصبغ غاسين اي بوينت بما انه مديكابي، الا عندك لا غاسين هابطه تقدري تصبغيها، مي ما حاش يجيك كيما عندك يعني اللون فاتح، يجيك غوش فونسي باش يكون على بالك. الالوان الاحمر كيكون لا كولور تاع شعرك كويفغي ولا مارون تري تري كلير راهي رايحه تكفيك باش اللون يخرج ويبان. فوالا انا صبغته كامل، خليته نص ساعه، خلوه مليح يطول نص ساعه، من بعد اغسلوه. اللون الاحمر ما تغسلوش شعركم بالشامبوان 3 ايام الاولين باش يتفيكس لكم اللون، هكذا يعني اغسليه دوكا، من بعد كي يعني 3 ايام الاولين ولا حتى السمانه الاولى سيي بعدي على الشامبوان ما تغسليهش. من بعد كي تولي تغسلي شعرك خيري الشامبوان المخصص للشعر المصبوغ لي فيكسي لك لا كولور. وكاين بعض لي ماسك كيما تاع لا مارك شوارزكوف، هادوك يعني كشغل دي ماسك كولورون، هادوك استعمليهم باش يفيكسيو لك اللون الاحمر، وما تستعملوش يعني كيما قلت لكم صبيغه كشغل غانساج صبغوها، هادوما يعني الاسباب اللي يخليو لك اللون الاحمر يشد لك اكثر واكثر. نورمالمون راكم فهمتوني، سورتو الماسك البنات، الماسك قلت لكم كاين ماسك كولورون تاع لا مارك شوارزكوف، شروه غوج
ولا بينك، المهم ديروه في شعركم باش يتفيكس لكم لا كولور. وشوفوا لي جمال اللون الاحمر تاع لا مارك اناغيس، ماركه في متناول الجميع، تشد لكم بزاف، تلقاوها من 12000 وطلع. سا ديبون البلاصه، كل واحد كيفاش يبيعها، تلقاوها حتى 20000، كل واحد كيفاش يبيع، خاطر كاين الخطا اللي قلت لكم على البخي، كاين اللي قالوا لي اسمح لنا نشروها 20000، كل واحد كيفاش يبيعها. المهم 20000 راهي رخيصه بارابور الكاليتي تاعها، وديروا في بالكم لي بخي راهم غير يزيدوا يطلعوا اكثر واكثر، راهم يعني راهم يغلقوا في الحدود، راكم على بالكم ماشي اروح ودخل الماده الاوليه لبلادنا، هذا باش يكون على بالكم، يعني كي تلقاو ماركه مليحه غير شدوا فيها. فوالا هاد لا مارك بزاف مليحه، ونصحكم بها في لي صالون يحبوا يخدموا حاجه مليحه وماشي غاليه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش البنات ابوني وشان يوتيوب، وابونيوني في الانستغرام وفي التيك توك، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.